في إطار إنعاش الحركة الاقتصادية والتجارية بولاية جابس، قامت شركة معرض جابس الدولية بافتتاح معرض للموبيليا والصناعات التقليدية بحضور عدد من العارضين من مختلف أنحاء الجمهورية وسط ترحيب من طرف المواطنين. زهير عثمان، رئيس مدير عام شركة معرض جابس الدولي. رجعنا للنشاط أخيرا بعد 7 أشهر من توقف جميع الشركات المعارض وجميع الشركات المنظمة للمعارض. هو ما كانش فما مشكل، كان فما احترام للبروتوكول الصحي اللي تمر به والظرف اللي تمر به البلاد باتفاق الغرفة الوطنية معناها للمعارض، تنظيم المعارض والمؤتمرات. اتفقنا على الالتزام بتطبيق بروتوكول صحي خاص بالفضاءات المعرض. المعارض كما تعرف الناس كليك والتنظيم المؤتمرات والصالونات هو ماهوش قطاع بالمعنى المعروف للقطاع، هو قطاع معناها هو جميع القطاعات، هو سامباتيزون فيك تو لي سيكتور. بالنسبه للمعارض عندنا خصوصيه اللي هي تتمثل في دفع عجله التنميه، ونحاول يكون عندنا دور في انقاذ البلاد معناها من الازمه الاقتصاديه اللي تمر بها هذه، ان نحاولوا ننشطوا الحركة الاقتصادية على المستوى الجهوي خاصة وبالطبيعة على المستوى الوطني. هو تحية زادة لزملائنا في المعارض الأخرى بالجهات الأخرى اللي كيف حتى ماخذوا المبادرة ونظمنا المعارض في تونس وفي سوسة وفي صفاقس، وبالتزامنا التزام كامل، احنا الناس مسؤولين، احنا نلتزموا بتطبيق البروتوكول الصحي. كانت الانطلاقة بالمعرض الصالون هذا للأثاث والتزويق، فما صعوبة بالطبيعة، فما صعوبة كبيرة تمر بها البلاد حتى من ناحية التسويق، فما بعض التردد للعارضين، بعض التردد على مستوى الزائرين زادة. احنا حاولنا معناها نقلصوا من الإشكاليات هذه، وسواء معنا على مستوى التنقل للعارضين إلى مدينة جابس تم تجاوز الإشكال هذايا بالتعاون مع السلطة المركزية والجهوية خاصة اللي عاونتنا برشا، مشكورين بارك الله فيهم. وصلنا باش نظمنا اول دوره هذه، وان شاء الله عندنا النشاط ان شاء الله باش يرجع كما كان المعرض جابس باش يعاود يدور العجله ان شاء الله. حتى لاخر الشهر هذا عندنا صالون خاص بالفلاحه، قطاع الفلاحي اللي حبينا نعملوه معنا احنا كمعارض جابس خاصه، ان حبينا نلعبوا دور في الازمه هذه على اساس يكون عندنا دور ايجابي، ونحاولوا نعاونوا الدوله نتاعنا في تجاوز ما يمكن تجاوزه خلال الازمه هذه الاقتصاديه خاصه. بالنسبه لعدد العارضين تقريبا 30 عرض، تسمى انجاز 30 عرض. احنا قبل كنا نعملوا معناها رقم ضعف 30 عرض، كملنا في الظرف هذا الاستثنائي 30 عرض، تسمى انجاز بالنسبه لنا. بالمناسبه نشكرهم على ثقتهم فينا، العارضين اللي جو من مدن اخرى خاصه وعندهم بعض لي برودوي يعني المنتوجات الجديده، وعندهم دي بري سبيسيال بالنسبه للصالون. الصالون هذا هو موجه خاصه للفئه اللي ان شاء الله قادمين، ان شاء الله ربي يهنيهم، قادمين على زواج، ولا حتى اللي باش يجدد اثاث، ولا اللي باش يزوق الدار المنازل نتاعهم، ان شاء الله باذن الله باش يلقوا المنتوج الخاص اللي ينجموا يلبي رغباتهم ان شاء الله.